وسع الكاتب خالد الحاج ضمن مقال في موقع عربي بوست في أسباب عدم نجاح مشاريع السعودية في لبنان والمنطقة في مقابل نجاح استراتيجية إيران مع حلفائها في إدارة معاركها، فما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول برأي الكاتب هو الإيديولوجيا التي شكلت أقوى محرك للحزب بخلاف تيار المستقبل الذي ولد بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولم ينجح في تبني إيديولوجيا واضحة. أما السبب الثاني فيعود وفق الحاج إلى أن إيران استطاعت أن تحمي حزب الله والحوثيين ولم تترجم أي تغييرات على حسابهم، فيما لم تعطي السعودية تلك التفاصيل أهمية فدفعت بالحريري إلى زيارة بشار الأسد، مما أدى إلى خروج مجموعات من النخب على وقع الزيارة من الطيار، كانت أكبر ضربة أثرت على مساره التنظيمي فيما بعد برأي الكاتب. بالعقيدة والمال والسلاح كما ولفت الكاتب في تقريره إلى أن إيران تقوم بدراسات اجتماعية وسياسية تقيم فيها الأخطاء التي وقعوا بها وكيفية تجنبها لمعرفتهم بتأثير خطواتهم على صعيد الصورة الكبيرة لأحزابهم ومجتمعاتهم، فيما تتعرض السعودية لسوء إدارة إنتاج سياسية لا تراعي فيها المعايير الاجتماعية للمجتمعات، والدليل على ذلك ما حصل في احتجازها لسعد الحريري في العام 2017 وعدم إدراكها للطبيعة الاجتماعية والنظام السياسي في لبنان المختلف عنها، الأمر الذي يؤدي لعلاقة مستقبلية قائمة على ثقة مهزوزة مع حلفائها في لبنان والمنطقة بحسب الكاتب. وتحت عنوان الغائب عن العين غائب عن القلب يكمل الكاتب في تعداد الأسباب، ومنها حضور طيف الحرس الثوري الإيراني دائما في أروقة وساحات حزب الله والحوثيين وأذرعه في ظل غياب السعودية عن أروقة تيار المستقبل، فالأموال التي دفعتها اختفت كالسحر بينما أنشأ الحزب مؤسسات لا تحصى وفشل تيار المستقبل في تأمين معاشات لموظفيه. حقوقنا ومطالبنا الأساسية. امبارح كان في لكم وقفة هون قدام التلفزيون وفي صوت أكيد وصل للإدارة ووصل للرئيس سعد الحريري اللي هو مسؤول عن هذه. المنظومة الإعلامية الناجحة ساعدت إيران كذلك، بينما انهارت المجموعة الإعلامية اللبنانية لتيار المستقبل، وأعطى الكاتب أهمية كبيرة لاختيار إيران لقاداتها بناء على معايير ثابتة تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية والشخصية، فيما أهملت السعودية عبر سياساتها اختيار شخصيات قيادية بالمعنى الشعبي. يختم الكاتب مقاله بإلقاء الضوء على حصد إيران لما زرعته من سنين ويقارن بينها وبين السعودية، فيعتبر أنها تبقى خلف قاداتها حتى النهاية ولا تقدم تنازلات أمام خصومها، بينما يرث الأمير محمد بن سلمان سياسة أسلافه السابقين التي أثبتت أن المال دون استراتيجية وصبر سنين يذهب أدراج الرياح، فالاستراتيجية دون خطة هي مجرد أوهام، وخطة دون قادة حقيقيين هي وعود محفورة على الجليد، وسياسة دون قراءة التاريخ محكوم عليها بالفشل بحسب تعبيره.